في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بالعباس من الإطاحة بشخص البالغ من العمر 35 سنة يقوم بنقل والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. تعود حيثية القضية إلى معلومات واردة إلى أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني برجم دموش، مفادها وجود شخص يقوم بنقل وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة على متن سيارته قصد المتاجرة بها انطلاقا من ولاية النعامة إلى ضواحي ولاية سيدي بالعباس. استغلالا للمعلومة تم تشكيل دورية قصد مراقبة تحركات المشتبه به ليتم ضبطه على مستوى الطريق الوطني رقم 95 ببلدية رجم دموش. بعد عملية المراقبة والتفتيش عثر على 41 قرص مهلوس نوع إكستازي، كمية من مخدرات صلبة كوكايين لغرض الاستهلاك الشخصي، ليتم حجز وإيقاف المشتبه فيه استكمالا لمجريات التحقيق وبعد تمديد الاختصاص إلى ولاية مجاورة. العملية مكنت من حجز كمية من المخدرات كيف معالج تقدر ب 4.470 كيلو غرام، هاتف نقال، سيارة سياحية كانت تستعمل لنقل هذه السموم، ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.